مفيد. قدمها للرجال ما عنده شيء مفيد. اسكت. انا اعترف يعني ساعات اعصب وهالشغلات اقط كلام، بس الكل يعرف معدني، الكل يعرف معدن فاضل، الكل يعرف فاضل وش يقول وش ما يقول، يعرفون جميع يعني يعرفون اللي يتابعوني ولا يعرفون فاضل، يعرفون نواياته، يعرفون قلبه، صفاء قلبه، يعرفون كل شيء، يعرفون متى انا اتهجم على شخص، متى اهينه، يعرفون بعد ناس هذا الاخ اللي بشوي جاهل، يعرفون ليش انا قلت لك، لان شخص يقلل من قيمتك. حبيبي المهري على راسي اكيد اتذكرك، ليش ما اتذكر؟ فاضل مو من عوايده ينسى الناس، مو من عوايده ابدا. خله طلعت الفضايح، ما يحتاج الأمة العربية كلهم يلعبون في حسابه، الأمة العربية كلها. المهري تبي تشوف نتيجتك في تبي تشوف نتيجتك في اليوتيوب بعد؟ موجودة عادي ترى. محمد يقصد سيمي فاينل في الـ في الـ في السنيكرز، لعب على حساب التعرفه اللي الف واحد يركب حسابه، تعرفه بعد ما في واحد ما ركبه، هذا اللي يلعب بحساب دياب تعرفه، الأمة العربية كلهم يلعبون فيه بعد، شرف ما في هالحساب كل من ايش تتوقع يعني؟ لا يقول لك تركي هو اللي لعب ضدي في السيمي فاينل في السنيكرز. انزين مبروك 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 العاهة اللي تلعب وياها، انت اللي تلعب وياها الشر العاهة، اعتبره حساب عاهة، كل من يركبها للأسف الأمة العربية كلهم ركبوه. والحمد لله رب العالمين جبت مركز ثالث. $5,000 يعني شنو؟ مو مبلغ ولا انهان في، والله قسم بالله اخذ مركز اخذ مركز المركز الثالث $5,000 حصلت الحمد لله رب العالمين، ولا العب نهائي يهزموني 12 و9 و8 و11 الحمد لله رب العالمين. الله يحبني الظاهر. افتخر افتخر بفوزك. اعتقد ان امجد ارتكب زائر 18 ضده. الحمد لله اقول الله 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 ما يسوي شيء اللي فيه صلاح، خلني على الاقل اخسر أكثر من واحد منك على الأقل نتيجة فيها سكريبت وفيها شغلات، ولا يركبون شرفي بثمانية وعشرة وتسعة. الله النامجد جلال ما قصر فيك. الله النامجد ما قصر فيك، كفو عليه أمجد والله ما قصر. ليلة حمراء أمس كانت عندي. الحمد لله خمسة الحمد لله رب العالمين $5,000 وأنا طالع برافع راسي الحمد لله. ما في شرف يكفي ان الحساب الحساب شوف هذا حساب اللي اسمها يو اي تي ما، هذا كل الامه العربيه لعبوا فيه زين، وفوق هذا انه ما في شرف. امس تم اجتنا اختراق سائر 18 ما ادري بكم يعني كم، اول مباراه 12 الثانيه 9 والثالثه 8 واحده منهم 11 يعني ما قصر فيه ما قصر فيه امس امجد كفى ووفى كفى ووفى الحمد لله 5000 و كل ثقة بعد فخور بها يعني مركز الثالث وفخور فيها. على الأقل لعبي بشرفي ما بيع شرفي حق شخص. لكم الحساب كل من ركبه شباب يو اي تي ما يو اي تي ما المركز الخامس الرابع في اللعبه. لا لا وين الرابع ديع قبل كان الرابع يو اي تي ما لاعب امارات الامه العربيه كلها ركبته كل من لعبت فيه. هذا حساب من دون شرف. تعرف شنو لما اقول لك حساب من دون شرف؟ ما في شرف هالحساب، شرفه مبيوع بالرخيص بعد. الله احافظ على شرفي ولا أبيع شرفي علشان شخص.
فلوس الحرام ما تدوم حبيبي، فلوس الحرام ما تدوم. يكفي ان جبنا عليها اكثر من دليل انه مو هو اللي يلعب. كشفته بالنت دومه، بس للاسف للاسف هذا حرام يلعب. والله انه فشل، اقول لكم فشل النهائي، والله العظيم فشل البطوله، فشل نهائي بطوله سنيكرز، بطوله محترمه، بطوله يعني وش اقول لك، منظمينها من اروع ما يكون. يعني تخيل فشل النهائي، والله قسم بالله فشله، ما يليق بالبطوله، قسم بالله. مبلغ كبير 20,000 دولار واخرتها نهائي من طرف واحد، والله اني امجد امس بلعه 12 وبلعه 11 وبلعه 9 وبلعه 8. تخيل، اقول لك حساب ما فيه شرف، كل من يلعب فيه، كل من يعني حتى فلوسه مال حرام. يعني تخيل شروط البطوله، تلعب من داخل الامارات يطلع لك واحد يلعب فيه من برا، شنو تفكر؟ ما فيه شرف، ما فيه فلوس الحرام ما تدوم، فلوس الحرام ما تدوم يا حبيبي. يلا يلا شباب، خلينا نسجل هدف، واجد طولت، واجد طولت على هالخصم، بنحاول نركز اكثر، انا مو مركز في اللعب. ما فيها بركه، لا ما فيها بركه، تعرف شنو لما اقول لك تركي؟ ما فيها بركه، ما تدوم، ما تدوم، فلوس حرام ما تدوم. الحمد لله اخذ فلوس بجهدي باستحقاقي، يعني اكون راضي عن نفسي، ما اخدع خصمي، ما اغشه، ناس ما غشوني بنت خايس. للاسف الامارات محسوب علينا، محسوب علينا الامارات دوله يعني نت قوي جدا، متوافق بيننا وبين الامارات، اخرتها تلعب نت للاسف. يعني شو اقول لك، خليه يتفاخر بانجازه، المركز الثاني ومجدول على خشم فوق ال 20، اي 20، قسم بالله في مباراتين 20 امجد عطاها امس، يعني في اربع مباريات امجد سجل فيه ما يقارب فوق ال 50 هدف يا حبيبي. اي نص نهائي، اي نصف نهائي امجد امس ما قصر، والله انه ما قصر، بس كفو عليك يا امجد، اصيل ابن اصيل، كفو عليك والله، مرر خاطري بهالفيارد. وين رحت؟ فزت على بوت، وين رحت؟ وين رحت؟ انا اخذت فلوس استحقها، زين استحقها، مو بحرام، مو بغش، مو بغش، تغش خصم، تغش خصمك وبنت زبال. يعني الامارات الموضوع فلان انه تعرف دخل لك في بي ان ولعبك فيه، حتى ان تدومه مالي ما يكشفك، دخل لك في بي ان بعد. يلا 5000 ولا 10000 مال حرام. نركز نركز، ما عليكم شباب، ما عليكم الحين. ودخلت ايزاك الحين، بعد شوي هالاند ان شاء الله راح تضبط، راح افك الاسكر. استغفر الله، اللعبة غريبة والله، غريبة، متوحشين دفاعاته. هالمباراة يبلها 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 سوبر صاب اثنين، يبلها سوبر صاب اثنين.
شلون اللعبة صارت كذي خصمي فجأة غثيث لعبة ده اللي يلعب ديفنسيف و مان ماركينج بعد مشكلة. لا لا ما بيتعبني اوف ليش لعبة كذي غص خصمي ليش؟ اوف استغفر الله. ليش لعبة كذي خصمي ليش؟ مرض اللعب استغفر الله مرض مرض الأشنب هلا المشكلة. والله إن مشكلة لعبكم كم لعبك لا لا سكر لك من النت اليوم بعد مريض على هاللعب ضيع وقته وهو مهزوم. نعم بوت بوت انا تعبت مع بوت انت تعال ربيك. ايه الحين صرت بطل. ها صرت بطل الحين تهجن سنعك اللعب الحين مرفوني عشان تلعب سريع علمك. انا مو مركز في الجيم هاي صراحة يعني اكون صريح بس بربي ما كنت مركز صح في اللعب اربيها الحين اللعب. اوه يا راشفة يا حبيبتي حلو 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 صفر 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 خلاص صفر ما يمديك خلني بلعب خلني بلعب بس ما شرط ما شرط